الإنسان عن الجلوس على الكرسي أو السجود على الكرسي. الجلوس ما في شيء، الجلوس على الكرسي إذا كان الإنسان محتاجا لذلك ولا يستطيع أن يجلس على الأرض طيب وما يستطيع يقوم عفوا، فما في بأس أنه يصلي على الكرسي، لكن نتكلم أنه يحط شيء يسجد عليه يرفعه، هذا ليس من السنة. لكن إذا كان ما يستطيع أن يسجد على الأرض ما في بأس، لكن إذا كان يستطيع السجود لا يجوز له أن يسجد هكذا وهو يستطيع أن ينزل إلى الأرض ويسجد. قد تكون مشكلته في الوقوف ليست في السجود ولا في الركوع، فهذا يجب أن يركع ويسجد، وإذا جاء وقت القيام يجلس على الكرسي. والقاعدة أعيدها وأكررها، الميسور لا يسقط بالمعسور، يعني الذي يسقط عنك الذي تعجز عنه، الذي لا تعجز عنه يجب عليك أن تأتي به، أي من أركان الصلاة، والله أعلم.